الفنان محمود حميدة، الألوان ماذا تعني في حياة محمود حميدة؟ الأمزجة. إيه الألوان اللي أنت بتحبها بقى؟ مشتقات البني، البنيات والبيج وكده. آه. طيب لون يتناغم مع الموسيقى من خلال إحساسك بيه؟ الأصفر الكناري. مع تداخل الألوان واختلافها بيبقى أيضا لون بيتميز به الإنسان أو بيكون هو اللون المميز عنده. إيه اللون المميز عنده؟ عندنا يعني لوني أنا الشخصي ولا لون شخصيتي من جوه يعني؟ اللي يعجبك. يعني مانيش أسود قوي ومانيش أبيض قوي، أبقى رمادي. كروهات يعني؟ لا رمادي. رمادي. الفنان محمود حميدة، الحب من أسمى المعاني اللي ربنا وضعها لتقرب بين قلوب الناس، مكانة الحب عند محمود حميدة إيه؟ تنفس. لو بطلت أحب أموت. الحب في رأيك تضحية ولا أنانية؟ وهل بتتفق التضحية مع الأنانية؟ التضحية شيء والأنانية شيء. طب الحب إيه فيهم؟ إنهم يتفقوا أو يختلفوا ده موضوعهم. الحب إيه منهم يعني؟ تضحية ولا أنانية؟ الحب أحيانا كده وأحيانا كده. طيب تفتكر إحنا ليه بنحب؟ وتأثير الحب على الإنسان إيه سواء كان راجل ولا ست؟ لا ماليش دعوه بيكم، انا ليا دعوه بنفسي. انا قلت لك انه بالنسبه لي. انت بتتكلم كلام عام دلوقتي. لا كلام عام، لا انا ما اقدرش، اعوذ بالله، انا مالي، ما اقدرش، انا اتكلم عن نفسي بس. احنا ليه بنحب؟ لانها حاجه احتياج يعني لازم، لانه هو شكل من اشكال الاتصال بالاخرين بالمجتمع، وشكل ضروري جدا ولازم نمارسه عشان نتصل بالاخر سواء كان رجل او امراه. والحب انواع، انا احب عيالي، احب ابويا وامي، احب مراتي، احب عشيقتي، كل دي انواع حب. في مثل قديم بيقول ارمراية الحب عاميه، علاقه المثل ده بالحب ايه؟ انه اللي بيحب قلما ينظر للشكل الخارجي اللي هو البعد الفيزيقي يعني، وبينظر لشيء جذبه هو بس اللي بيشوفه بداخل الإنسان الآخر سواء كان رجل أو امرأة. بطريقة الجمل الناقصة، لو قلنا حياة ناقص حب بتساوي صفر. إخلاص زائد إيه يساوي حب؟ زائد خيانة. إخلاص زائد خيانة يساوي حب؟ طبعا. صداقة ناقص حب بتساوي ما تسويش. بتبقى الصداقة. لا. أغنية حب بيفضلها محمود حميدة وبيحب يسمعها، من مين من المطربين أو المطربات؟ حبيتك وبحبك على طول لمحمد عبد المطلب. يا سلام، جميلة. طب رسالة حب توجهها لشخص أو إنسانة عزيزة عليك، هتقول لها فيها إيه وهتوجهها لمين؟ ايه الاسئله السريعه اللي ورا بعض دي؟ انا مفيش حلوه قوي كده، مفيش حد في دماغي دلوقتي عشان اوجه له. وهي حلاوتها في كده، رساله حب. اللي يجي على بالك. اوجه رساله الحب لبنتي الثالثه ايه.